وينضم إلي الآن من نيويورك دكتور نائل الشافعي مؤسس موسوعة المعرفة. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج. بالإضافة للفرص من الموارد الطبيعية التي تشغل طبعا أو تشعل اهتمام الصين في أفغانستان، الصين كذلك لديها أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات في باكستان والتي لابد وأنها تريد أن تؤمنها. بالنظر لهذين الوضعين، ما برأيك سيكون الموقف الصيني الآن؟ أعتقد الصين أمامها فرص هائلة، ولكن أيضا أمامها مخاطر كبيرة. المخاطر تتمثل في دهليز وخان. دهليز وخان هو لسان أرضي طوله 350 كيلومتر يصل بين البر الرئيسي بأفغانستان إلى الصين نفسها، إقليم شينجيانغ، وهم يخافون من تسرب بعض النشاطات المتطرفة ضد الحكومة الصينية، فلذلك هم يسعون لإرساء علاقات طيبة مع طالبان لمنع إقامة أي علاقات مع الجيش الإسلامي لتحرير تركستان الشرقية المتمركز حاليا في إدلب بسوريا، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الصيني حتى الأمس، وكرر أنه حين التقى وفد طالبان برئاسة الملا برادر يوم 27 يوليو فقد كرر عليه أنه الخط الأحمر الوحيد في العلاقات هو إقامة أي علاقات بين طالبان وبين إتيم ETEIM الجيش الإسلامي لتحرير تركستان الشرقية. وكما أصرت الصين على أن يكون هناك وفد من 12 شخص، لأن طبيعة منظمة طالبان أنها فضفاضة، فممكن مختلف الفصائل يكون لها سياسات مختلفة، لذلك أصروا على أن أكبر عدد ممكن من الفصائل يكون موجود ممثل في هذا الوفد. ولكن الفرص الاقتصادية أعتقد هي ما سيغلب بالنهاية. ما تريده الصين حاليا هو أن تنتقل فقط، ليس فقط بالعلاقة الانتقالية من أن الصين تسيطر على الاقتصاد الباكستاني وباكستان تسيطر أمنيا على طالبان، فلذلك بصفة غير مباشرة الصين لا تتوقع شرا من طالبان. طيب، عكس ما حصل بنهاية القرن الماضي سنة 96 عندما رفضت الصين الاعتراف بطالبان، اليوم الصين عم تعطي غطاء شرعي لطالبان طبعا بسبب المصالح. الصين اليوم هي القوة العظمى الثالثة، فهل ستنجح الصين بتأمين أو جلب الاستقرار إلى أفغانستان؟ هل ستنجح الصين حيث فشلت كل من روسيا والولايات المتحدة؟ الصين بالإضافة إلى الغزل الدائر بينها وبين طالبان أيضا تقيم علاقات للتحكم في دهليز وخان، ووضعت قاعدة عسكرية في طاجيكستان مطلة على مدخل هذا الدهليز، وهذه نقطة مهمة جدا. أهم من ذلك كمان الفلوس في الآخر، money talks، فهو أساسا هناك ديبوزيتس كبيرة من الليثيوم مطلوب بشدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. لو تم استخراج الليثيوم من ولاية غزني، ده هيكون كفيل بأن صناعة السيارات الكهربائية بالصين تستقل تماما عن استيراد من الخارج، يعني هيكون استيراد بري من أفغانستان. فهذا أعتقد ما سيكون أولى خطوات هذا التقارب بين أفغانستان والصين. حلو، لكن للاستفادة من كل هذه الفرص الموجودة في أفغانستان هناك يعني يجب حل أمور داخلية. طالبان ليست المجموعة الوحيدة النشطة في أفغانستان، ولابد وأنه الآن أمام البلد كثير من اضطرابات قبل أن نجد أي استقرار إذا وجدناها. أنا كان سؤالي، هل ترى ستستطيع الصين أن تفرض نفوذ يكفي بأن تستقر الأمور في أفغانستان على يد طالبان أو غيره؟ المنافس المحلي الوحيد لطالبان هم الجماعات الطاجك، وبالنسبة لهذا الأمر أنا ما ذكرته لك أنه الصين على علاقة طيبة جدا مع جمهورية طاجيكستان، وأقامت قاعدة عسكرية هناك، ولذلك فهذا تأمين إضافي للعلاقات القادمة بين مع أفغانستان. فأنا أعتقد أن
أعتقد أن المستقبل مزدهر لهذه العلاقة. طب هناك طبعا احنا كلنا بنعرف المناوشات والمنافسة ما بين الولايات المتحدة والصين عالميا كقوى عالمية بالوقت الحاضر، والولايات المتحدة عم تعمل جهدها انها تخفف الانتشار او القوة للصين في تلك المنطقة. الآن تسليم أفغانستان نوعا ما إلى الصين من خلال انسحاب الأمريكان، هل يخدم الولايات، كيف يخدم الولايات المتحدة؟ السؤال صعب ان احنا نخمم ماذا يدور بخلد صانع السياسات الامريكي داخل وزاره الدفاع تحديدا، ولكن انا اعتقد ان المنافسه ستكون اساسا بالاساس هي منافسه اقتصاديه. هناك من يراهن على ان المشاكل العرقيه في النهايه ستخلق الكثير من المشاكل من المتاعب للصين ولباكستان ولطاجكستان. أنا أعتقد أنه في النهاية الاقتصاد سيتغلب، وهذا ما تحاول أن تركز عليه الصين بإمكان، وهذه فرص لكل مستمع القناة أنه هناك فرص استثمارية هائلة تنفتح حاليا في أفغانستان. يعني هو هذا أنا كان قصدي تماما، أنه هذه الخطوة ستعطي الصين الآن أدج أو منافسة أقوى، بحيث أن تصبح بمركز منافسة أقوى من الولايات المتحدة، لأنها سوف إذا استفادت من كل هذه الفرص الاقتصادية المفتوحة أمامها من أفغانستان إلى باكستان وغيره، يعني ستكون لها الفرصة الأكبر وتتغلب على الولايات المتحدة جراء ذلك. المشكلة الرئيسية بوجهة نظري أنا ستكون العلاقة بين باكستان وأفغانستان، هذه هي المشكلة ستكون الرئيسية، لأنه نعم. طالبان هم بشتون، وهذا قد يثير بعض المتاعب العرقية في شمال شرق باكستان، أنه نعم. قد يطالب بعض الأقاليم بختون خوار تحديدا ببعض الاستقلال. دكتور نائل الشافعي، شكرا جزيلا لحضورك معنا صباح اليوم.